سيسي بيستعين بالسيسي. سيسي ده النهارده مع تسيفي بارئيل. تسيفي بارئيل ده هو متخصص، دكتور تسيفي بارئيل متخصص في الشرق الاوسط، جايب كاتب المقالتين دول ورا بعض في خلال يومين. المقال اللي هو اللي فوق بنسيون لمنوع كيتسوس بسيوع لأريتسو، يعني في محاولة منه لمنع خفض المساعدات لأرضه أو لوطنه، يعني السيسي محذير أحرية أكول شل يهودي روس تبريد، يبحث عن أصوات أو دعم اليهود الولايات المتحدة. وقال بقى طبعا دي ان وفي مواجهات دلوقتي بان السيسي سيتم تخفيض المعونة الأمريكية 300 مليون دولار نظرا للانتهاكات اللي كانت لحقوق الإنسان. ودي اللي لقيناه حتى في المقابلة بتاعت السي بي اس لما قال له بيدفعوا لنا، احنا بندفع ضرائب ليك علشان تحارب الارهاب وانت فاشل في حرب الارهاب. استسلم معاك ايه؟ فهو كان، انا عايز اقول في الموضوع دوت ان الدلالة ليست 300 مليون دولار لان هو بياخد زيهم كتير من الخليج، لكن هي قصة ان اذا اتجهت امريكا لتقليص المعونات معناها انحسار الدعم الخاص بيه، فهو مش عايز اي سنة تقل الدعم العسكري الامريكي، لان دي دلالات في الكونجرس والادارة الامريكية ان ربما يكون هم ايمانهم بيه او اعتمادهم عليه تراجع، وبالتالي بيحارب ويقاتل ان هو تبقى المساعدات العسكرية كما هي ان لم تزد، يعني هو يطالب بالزيادة ولكن لا تنقل، لان لو نقصت معناها ان الكونجرس شاكك فيا او هم حاسين ان انا مش قايم بدوري فلازم اقدم يعني ولاءات اكتر. طيب. وده اللي بان حتى قالوا، يعني في تفسيرات جوه التقرير ده قالت ان حديثه للسي بي اس عن تعاونه الاستراتيجي في الحرب مع اسرائيل واصراره على ذكر اسرائيل بما يضر بمصالحه امام المصريين كان اساسه رساله الى الكونجرس الامريكي والمساعدات الامريكيه الا تقل، انا مع حليفك اللي موجود اسرائيل انا وهو بنحارب الارهاب، فبعد اذنك ما تقللش المعونه دي.